هات ورقة فاين بالله من جوا يهجم علينا. لا لا بيهجم يهجم بقفى ايدك بنسلخ وكفى خليه كيس في تمه بس خليه في تمه خلوش يسيبه خليه في تمه تعال يا عمرو لا لا عماد احنا لما فكرنا نعمل حديقة الحيوان دورنا على الحيوانات في غزة ومن البلد مستنينا المقابر انها تفتح ما فتحتش ولا البلد فيها حيوانات التجأنا لطريق وحيد اللي هي طريق الانفاق جبنا الحيوانات منها من مصر خليك